أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، معكم اللاعب عبد الوهاب العوضي، لاعب 21 نادي العربي. لا والله على طول كنت كرة القدم، ما لجأت حق أي رياضة ثانية، والحمد لله أني تميت بكرة القدم. والله بداياتي باليرموك كانت حلوة، كان عمري 17 سنة، كانت دخولي بكرة القدم كمحترف. صعدت مع نادي اليرموك للفريق الأول، عمري كان 17 سنة، وهم أول جول قولته بمسيرتي كان عمري 17 سنة. طبعا راح أتكلم بنادي العربي، أنا كانوا ماخذيني كجناح يمين ويسار ومهاجم، بس تدري الحين كرة القدم حديثة، واللاعب اللي ما يلعب أكثر من مكان صعب إنه يثبت بالكويت. فمع تماريننا مع مدربينا الجدد مع الاستاف الجديد بلشنا بتشكيلة جديدة، جربنا المدرب بمركز جديد والحمد لله ثبت بهالمركز اللي هو الباك وينج يمين. طبعا الحمد لله عندنا الكابتن محمد السلمان وكابتن أسامة، ستاف جديد دش علينا بنص الموسم تقريبا، وحققنا للحين المركز الثاني بدوري التصنيف. تشكيلة جديدة، تكتيك جديد، كرة قدم حديثة، والحمد لله ماشيين صح معاهم. سلسلة لا هزيمة كانت وايد طويلة هالموسم، وإن شاء الله الحين باقي لنا الدوري الذهبي، وقاعدين نحاول، المجموعة وايد زينة، وقاعدين نحاول نعطي كل اللي عندنا وأكثر من اللي عندنا عشان إن شاء الله ناخذ هالبطولة، وإن شاء الله تكون عندنا البطولة، واللي في الخير إن شاء الله ربك يكتب. والله كفريق 21 ما كان عندنا أي معسكر، بس إعدادنا كان وايد ممتاز، لعبنا أكثر من مباراة ودية، بلشنا تمرين قبل لا يبلش الموسم مدة طويلة عشان يكون عندنا أعداد. طبعا تمرنا الصبح وليل، وكانوا يعطونا مرات تمرين حديد، وتمارين غالبا كان تحتاج نفس، والحمد لله الحين فريقنا ممتاز وما عندنا وايد إصابات، لأن الحمد لله الكابتن محمد كابتن لياقة وايد ممتاز معانا ومبعدنا عن الإصابات يعني الحمد لله. والله عاد الحمد لله احنا فريقنا كله قاعد نلعب كنا اخوان، كنا عائله واحده بالملعب، ما نفرق بيننا وبين بعض، كلنا نلعب حق بعض، قاعدين كلنا نلعب حق الشعار، وهدفنا واحد، كلنا هدفنا واحد، ما حد قاعد يلعب حق نفسه بهالفريق، كلنا قاعدين نلعب عشان ناخذ الدوري مال 21 ونخليه هني بالمنصوريه ان شاء الله بنادي العرب. والله الشده مختلفه مع جهازنا الفني، لأن غالبا قبل المباراة يعطونا تمرين خفيف عشان نكون جاهزين حق المباراة، ولما عندنا غياب كبير ما في مباريات يعطونا تمرين ثقيل ويكون في وايد تعب، بس عارفين شلون يسيطرون على الوضع، ماكو لاعبين يطلعون من التمرين مصابين ولا في لاعبين يتعورون عندنا بالمباراة، فالحمد لله الجهاز الفني وايد مسيطر بالتمرين، عارف متى يشد علينا وعارف متى يرخي. مدربيننا محمد وأسامة والله اثنينهم مو مقصرين معانا اي شيء، وخصوصا ان انا كلاعب مكاني جديد، فاي سؤال ببالي سواء ادش عليهم بالواتساب ولا ادش عليهم قبل التمرين ولا بعد التمرين ولا حتى اثناء التمرين، اي غلطه انا غلطها يكلمني يعلمني، اي شيء انا ابي منه استفسار على طول ما يقصر معي. وطبعا هم هدفهم الرئيسي الدوري ان ناخذ الدوري، هدفهم الرئيسي ان ناخذ الدوري، والهدف الثاني ان يبي الشباب والمجموعه هذه تفيد النادي العربي بالفريق الاول، ويبوننا كلنا نصعد بالنهايه للفريق الاول وان شاء الله خير. والله انا الصراحه افضل مباراه لي بهالنادي كانت ضد نادي الساحل، صارت فيها مشكله، انطردوا اكثر من لاعب عندنا، لعبنا بسبع لاعبين وكذلك الساحل، بس كانوا هم فارقين عنا بلاعبين، كانت المباراه سبع لاعبين ضد تسع لاعبين، وهذه كانت اول هدف اسجله انا مع النادي وفزنا فيها الحمد لله 3-2 اعتقد، ايه فزنا فيها 3-2 وانا اللي سجلت هدف الفوز، فهذه المباراة ما انساها.
والله الستاف دائما يجهزنا ذهنيا قبل يجهزنا ذهنيا ونفسيا قبل لا يجهزنا بالملعب، سواء بالكلام او بعد ما نخلص التمرين يجون يجمعونا يخلونا كلنا نقعد مع بعض نسولف ويا بعض، يعطينا نقاط ضعف ونقاط قوه الفريق اللي بنلعب ضده، وطبعا يغير اللاعبين. احنا مجموعتنا كلها قويه، ما في لاعب احسن من لاعب، كلنا تقريبا نفس المستوى. فالمباراه اللي تحتاج رتم سريع يلعب لاعبين سريعين، المباراه اللي تحتاج لاعب الخبره ينزل لاعبين من الفريق الاول يعطونا الخبره الكافيه بالملعب. والحمد لله مثل ما قلت لك احنا ماشيين بسلسله لا هزيمه، صار لنا مده طويله الحين مو خسرانين، تقريبا خلينا نقول من الجوله السادسه احنا ما خسرنا ولا مباراه لنهايه دوري التصنيف، وان شاء الله لين الدوري الذهبي بعد ما نخسر ولا مباراه مع الاستاف. طبعا طموحي مثل اي لاعب كويتي او اي لاعب بالعالم انه يصعد مع الفريق الاول ويتم ثابت مكانه، وان تكون عقليتي دائما مثل اللاعب المحترف، ما يفكر بالنقاط السلبيه، ودائما ابي احتاج اي شيء احتاج اطور من نفسي، اي كلمه يقول اياها المدرب اخليها تغرس بمخي وما اطلعها من مخي عشان استفيد منها قدر الامكان. وطبعا الانجازات الفرديه والجماعيه مثل اي لاعب. والله انا كالحين مركز جديد وايد صرت اركز باللي يلعبون مكاني، الباك اليمين طبعا لان مركز جديد علي، فانا احتاج اتعلم كثر ما اقدر، فاطالع غالبا لاعبين الباك يمين مدريد ولا مانشستر ولا اي نادي من النوادي واحاول اتعلم. وطبعا المدربين نفس الشيء، يعطوني الافكار ويعطوني التكتيك ويعطوني شنو المطلوب مني بالضبط عشان اقدر انفذه بالملعب واتعلم. ونفس الشيء المدربين اي مباراه يطالعونها طبيعي راح يحللونها ويستفيدون هم ويفيدوننا معاهم. والله هذا كله بفضل المدربين والجهاز الاداري، وعندنا العياده هنا الجهاز الطبي. انا كنت جايهم اساسا كان عندي اصابه بدايه الموسم، مع العلاج ماي ثلج وكهرباء وتقويه مع المدربين ومع اللاعبين مع الجهاز الطبي بالفريق الاول، الحمد لله الامور مشت بالسليم وما كان في اي نقاط سلبيه. والايجابيات وايد، مثل ما انت شايف انا جديد على النادي ومعتبريني اخوهم وواحد من كبار الفريق، وقاعدين يلعبوني باكثر من مركز، واللي يطلبه مني المدرب انا قاعد انفذه. والله محليا اتوقع انا والجيل اللي جاي والجيل القادم كله بدر مطوع ما في غيره، والنعم كل اللاعبين الباجين وقدوه عالميه. والله ماكو يعني، والله عندنا بالكويت اكثر اصابه منتشره عندنا الضامه، بس الاخطر طبعا هي الرباط الصليبي، اللاعب يتفاداها بالتقويه وانه يعدل اكله ونومه. والله العقليه اهم شيء، مرات المدرب يجيك جديد يطلب منك مركز جديد، ما يصير تقول له لا، اي مكان المدرب يطلبه منك انت لازم تلعب. غير هذا تمرن زياده على تمرينك، يعني احنا عندنا تمرين هنا ساعه ونص، تروح تتمرن حديد ونومك واكلك لازم تكون محافظ عليه 100%، لان هذا اهم شيء. اذا ما عدلت نومك واكلك الاصابات راح تزيد، نفسيه ما راح تكون جاهز، جسمك ما راح يكون جاهز انه يلعب. فطبعا قلت مثل ما قلت لك اهم شيء انه تسمع كلام المدرب وين يبيني العب، يبيني باك يسار، يبيني قلب، يبيني باك يمين، مهاجم، وينج يمين، انا ما اقول لا، واعطي اكثر من اللي عندي عشان اثبت نفسي. والله بالفريق كلنا قاعدين نشجع بعض، والمدربين نفس الشيء كلهم قاعدين يشجعونا يعطونا فرص قدر الامكان، بس انا اقدر اقول اكثر ناس اللي قاعدين يشجعوني اني اكمل انا كلاعب اهل الوالد وخواتي واهل يعني غالبا. والله اي واحد من الشباب سواء كرة القدم ولا مو كرة القدم تمارسها بشكل يومي تستفيد انت، وممكن يوم من الايام تصير نجم مو بس محلي، تكون نجم عالمي.